كما لاحظتي وانتهت المرافعات اليوم بشكل متاخر لانه الوتيره الان ديال المرافعات ديال المتهم دفاع المتهم غدا بواحد الشكل مسترسل. الدفاع في شخص الاستاذ الماروري ركز على الانتقادات للخبره وعلى مسرح الجريمه واعتبر بانه المحاضر اللي انجزت اللي كتعكس الجريمه اللي تظهر في البشر مطعون فيها بالزور وما يمكنش اعتمادها وانها ما عكستش الواقع ديال المكتب وما عكستش طبيعه المحجوز والمرجعيه المحجوز الذي تم ضبطه بمكتب توفيق بوهجرين وبالتالي ما يمكنش هذيك جريمه الاتجار في البشر تنطبق على الموكل ديالو. كما انه بالاضافه انه قال من اسباب الطعن اللي جعلت هم يتقدموا ضد المحاضر ضد الفرقه الوطنيه هو ان هذا الملف مفبرك لخلفيات معينه لم يريد الافصاح عنها.